بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بادرة طيبة، الشباك الوحيد في إطار العناية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تتنظم هذا الشباك الوحيد هنا في أنفرس، هو تكريس لتقريب الإدارة من المواطنين. تيجيو الإدارات والوزارات القطاعات الحكومية من المغرب وتيجيو لهنا لأنفرس. هذه المحطة الثانية من بعد بروكسل، بادرة طيبة للجالية المغربية المقيمة في المنطقة الفلمانية تتحبتها وتتشكر الإدارة المغربية على هذه الالتفاتة. القنصلية العامة للمملكة المغربية لأنفرس تتشارك في تنظيم هذا اللقاء، وتتشارك اليوم بإعطاء المعلومات في الجانب في الشق القنصلي، ومن بعد غدا تكون العمل ديال القنصلية في تتبع المشاكل وارتصامات المواطنين. وكما تتعرفوا أن الجالية المغربية هنا في المنطقة الفلمانية جالية كبيرة وعندها حوالي أكثر من 130 ألف مواطن مغربي ومغربية اللي متواجدين في المنطقة الفلمانية، وعندهم واحد ارتباط قوي بالبلد ديالهم. شكرا سيد. تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الشباك الوحيد المتنقل لخدمة مغاربة العالم. واليوم احنا في مدينة أنفرس بعدما كنا البارحة في مدينة بروكسل، وغدا إن شاء الله مدينة ليج. وهذا البرنامج اللي كتنظمه الوزارة يهدف بالأساس إلى سياسة القرب على أرض الواقع لتفعيل مضامين توجيهات الملك السامية لصاحب الجلالة نصره الله، التي تهدف إلى تتبع أوضاع المغاربة مغاربة العالم والإنصات إليهم وتتبع أوضاعهم. وكما كتعرفوا اليوم احنا موجودين مع عدد من الإدارات والمؤسسات المعنية بشؤون مغاربة العالم اللي كيواكبوا الوزارة في هذا الشباك الوحيد المتنقل، هما مشكورين. وهذا البرنامج الفعال والمتجدد اللي وضعته الوزارة هذه السنة هذه ديال الشباك الواحد المتنقل، واللي يسهر عليه السيد عبد الكريم العسيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فهو برنامج مهيد جدا لأنه كيعطي الفرصة لهذا التقارب مع أفراد الجالية المغربية والإنصات إليهم والتحاور معهم، خصوصا في ضوء التطورات والتحولات الكثيرة التي طرأت على مجتمعات الاستقبال على جميع المستويات. وكنشوفوا بان تحولات كبيره خصوصا في الاجيال الصاعده هنا في الدول الاستقبال، ولهذا الوزاره كتواكب هذا البرنامج باش نشوفوا شنو هما التحولات حتى نتمكن من ملائمه البرامج ديالنا الموجهه اليهم لجميع الفئات. وكما كتعرفوا بان هذه المرحله هذه تاتي بعد النجاح الذي عرفته المراحل الاولى في كل من اسبانيا وايطاليا، المرحلة ديال بلجيكا هي الثالثة، وإن شاء الله غادي يكونوا مراحل أخرى في دول أخرى حتى نتمكن من التواصل مع أفراد الجالية المغربية بالخارج والإنصات إليهم وتتبع ملفاتهم، وهذا هو المهم. في الحقيقة أنا راني في يعني مقيم هنا في مدينة أنتوربين في بلجيكا 45 سنة، فاتصلوا بي بعض الحباب قالوا لي ودي راه كاين بعض لابارتمون بعض الشقق يعني في السعيدية تشري يعني البيع، فشريت وحده في 2000، شريت جوج في الحقيقة في 2010. هادو 2010 يعني كل 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 واحد المدة كانت في واحد النصيب. السنة هذه اللي الماضية اتصلوا بينا قال لك ودي روحوا يعني كاين بعض غادي نوزعوا لكم لي زابارتمون. فلما عطاونا دوك لي زابارتمون قال لك عن طريق القرعة. فلما هزين هاد عطاونا المفاتيح يعني استغليت انا تقريبا سنه، وهاد المره داروا لنا التليفون قال لك ودي روح راه كاين الاخر كان خاص تمشي للنوتير يعطوك كوبرمود فونت يعني عقد الشراء. فلما مشيت انا الاخر العقد الشراء مشينا الاخر النوتير شافوا في الميل جبروا ان ماشي السميه هذيك يعني سميه تاع سيده اخرى. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله. جيت اليوم لهاد المبادره اللي دايرها وزاره الجاليه بخصوص هذا الشباك الوحيد هنا في أنفرس، واش لقيتي هذاك الشيء اللي جيتي على قبله ولا لا؟ نعم ان شاء الله هضرت مع وزاره الداخليه عطاو لنا واحد الحل، كتبت يعني هذاك الشيء المعلومات اللي عطاو ليا والتجئنا للقنصليه ديال أنفرس اللي كاينه هنايا المغربيه في أنفرس، تو ما عاونونا قالوا لنا صافي غادي يكون يعني هذاك الشيء ان شاء الله. كانوا عندي شي مشاكل في ايطاليا يعني انا كنت ساكن في ايطاليا في الاول، جيت لهنايا بالنسبه داك الشيء اللي عندي واحد جوج وليدات زادوا في المغرب باغي نسجلهم هنايا، كنت لقيت شي مشاكل ودابا ان شاء الله غيكون الخير تحل المشاكل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا سيدي. السلام عليكم لاله. وعليكم السلام الله سيدي. جيتي شاركتي اليوم في هذا الشباك الوحيد المتنقل لخدمه المغاربه العالم هنا في مدينه أنفرس، شنو الغرض ديالك اللي جيتي اليوم على قبل هذا؟ وفي حقيقة جيت ناخذ معلومات على الاستثمار في المغرب، على
مساعدات ديال المغرب في هذا المجال ديال الاستثمار بالنسبه للجاليه المغربيه. كاملين في المغاربه وكاملين كنطمحوا اننا ندير واحد الاضافه للبلاد ونشاركوا في التنميه ديال البلاد، وهذا هو الغرض علاش جيت. ولقيتي داكشي اللي جيتي على قبله؟ خديت معلومات قيمه وافكار جديده، وغادي نعاود نزيد نبحث من بعد، ونتمنى الله التوفيق للجميع. اولا كنشكركم وكنرحبوا بكم المواكبه الاعلاميه لهذا الحدث اللي هو ممكن الا يكون في مصلحه مغاربه العالم، حيث انه كيقرب لهم يعني الخدمات بشكل مباشر وبشكل عملي، لاننا فعلا الغرض من هذا اللقاء ماشي هو اللقاء من اجل اللقاء، وانما مباشره المعالجه الفعليه للقضايا واقتراح الحلول الممكنه، واللي عندها بطبيعه الحال العلاقه بالمجال ديال الاشتغال ديالنا اللي هو المحافظه العقاريه والمسح العقاري والخرائطها. كاين واحد العديد ديال التساؤلات اللي وديال الاشكاليات اللي طرحت علينا، واللي يعني كتمحور في يعني في الى جينا يعني نصنفوها. فكاين اللي كيقتني العقارات في المغرب وكيبغي يعرف كيفاش الكيفيه ديال انه يتمم الاجراءات ديال التحفيظ، او لكن ربما اللي عنده نزاعات مع بعض الاطراف اخرى على حسب يعني هذاك العقار ديالو من حيث الاستغلال ولا من حيث يعني الحيازه. فهاد الناس هادو كنحاولوا نرشدوهم يعني انهم يسلكوا المسطره ديال التحفيظ ونشجعوا التحفيظ، باش كيكون للانسان عنده رسم عقاري ديالو مطهر وخالي من اي نزاع، كيمكن له ديك الساعه يدخل في الحلبه ديال التعاملات الاقتصاديه، يمكن يتسلف عليه، يمكن ياخذ عليه واحد الرهن في البنكه. ايها الاخوه والاخوات، عندي مشكلتين. مشكله مع العداله المغربيه بمدينه تطوان، لان نصبها ليا القاضي، هو اللي نصبها ليا ودار الدار ديالي وعطاها لواحد اخر لا علاقه لي به من قريب ولا من بعيد. القاضي بدل لي تاريخ الشراء ديالي وعطى تاريخ مزور للمدعى عليه، ودابا حكموا عليا سلمتوا الدار. دابا انا اصبحت لا دار في المغرب ولا دار في بلجيكا. فيما يرجع لبلجيكا، البنك الشعبي نصب عليا قام بالتنصيب والتزوير والاحتيال.